بينما الصلاة تؤمن لك باب النجاح. لماذا؟ علماء الاجتماع في الكرة الأرضية يقولون شيئا واحدا، إن أبواب النجاح 1000 ولن تدخلها إلا مع باب إذا التزمت، أي عند كلمتك، سواء كنت يهودي نصراني بوذي، إذا التزمت ستنجح. والله اختار لنا الصلاة كتابا موقوتا نتعلم منها الالتزام، أول أبواب النجاح. فلن ننجح حتى نلتزم، وكيف نتعلم الالتزام من صلاتنا؟ هو أننا نصح الفجر ونصلي، نأتي الظهر فنصلي، نأتي العصر فنصلي، والمغرب والعشاء، وهكذا كتابا موقوت نتعلم فيه الالتزام لندخل مع أول أبواب النجاح. لذلك تجد النداء للصلاة حي على الصلاة، بعدها حي على الفلاح النجاح. فمن لا يلتزم صلاته لا تنفع، يأتي إلى المسجد وخلف الإمام ثم يخرج دون أن يكون له كلمة حق يلتزم بها. حينما أريد أن أعمل شيء أعمله الآن، لا أقول غدا، إذا قلت غدا أنا أصبحت مسوف.